نعم، ده عايز عامل ضغط كبير جدا، والصراع الداخلي نفسه في اثيوبيا هيشكل عامل ضغط طبعا بالتاكيد طبعا، لانه يعني من الحماقه ان تدخل في حرب وانت جبهتك الداخليه فيها مشاكل. يعني جبهه الاورومو الان مشكله قائمه، وما زالت يعني بالرغم من ما حدث فيها من مجازر وما حدث فيها من تصفيات، لكن تظل هي بؤره مشتعله داخل اثيوبيا، بالتالي هي تشكل عامل ضغط. انا افتكر الحديث عن هذا الجانب هو عامل ضغط، بالاضافه الى ضغوط اخرى. المجتمع الدولي يستطيع ان يفرض ضغوط قويه جدا ويمارس ضغوط قويه جدا على مثل اثيوبيا. ماذا؟ ما هي ابرز الضغوط اللي يمكن تضغط على اثيوبيا؟ المجلس الامني ممكن يصدر قرار واضح جدا في هذا الجانب، ويلزم اثيوبيا بانها هي تحتكم الى القانون الدولي. صحيح. يعني قرار واضح جدا يؤكد على التزام اثيوبيا بالقانون الدولي والجلوس في مفاوضات من اجل حل الاشكال بينه وبين السودان ومصر، وما اكثر من هذا. قرار واضح يستطيع ان يلزم اثيوبيا بهذا الجانب. نسال الله لا تحدث الكارثه، يعني الخيار الأسوأ. الخيار الأسوأ. نسال الله لا تحدث الخيار الأسوأ. اما اذا حدث الخيار الأسوأ فبالتاكيد الحرب لا تعتمد على الامكانيات الذاتيه للدول المتحاربه، لانه هتدخل فيها بعد ذلك عناصر دوليه. نعم.